مساء الخير، ورجعنا لكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الاسكواد. هنتكلم في الأول يعني الدريم تيم اللي فات اللي أنا اخترته للجولة 25. أنا مش عايز أتكلم عن نفسي، هسيب أعمالي تتكلم عليا. هعرض لكم الدريم تيم بتاع الجولة اللي فاتت. كيبا تقلى، وان بيساكا تقلى، تريبيير تقلى، ألونسو تقلى، ستيرلينج تقلى، هو محمد صلاح اللي خيش، هو وسيجرسون وريتشالسون، طبعا اتألق أجويرو وهيجوين، كل دول اتألقوا. يعني احنا في الحبة دول جايبين 81، ولسه في 5 لعيبة هيلعبوا يوم الأربعاء، هيلعبوا الماتش الجاي ما بين إيفرتون ومانشستر سيتي. طبعا الناس اللي بتعمل وايلد كارد، في لعيبة كده كم اسم لازم يبقوا معاك في الفرقة. سون المتألق والمتألق لافت للنظر، بول بوجبا بعد مورينيو ما مشى كان كابس على نفسه، بقى متألق ومتألق جدا. راشفورد من الناس برضو اللي لازم يبقوا في التشكيلة بتاعتك، أرقامه حلوة وحلوة جدا وسعره رخيص. روبرتسون طبعا من اللعيبة اللي لازم تبقى في فرقتك. خيمينيز سعره رخيص برضو وممكن تجيبه كمهاجم. دي هورتي في الدفاع بيعمل أسيستات وبيطلع كنين، طبعا ممكن يبقى خيار جيد في تشكيلتك ان انت ممكن تجيبه. طبعا بجانب ابراهيم ستيرلينج ومحمد صلاح ممكن تجيب هازارد او اجويرو، يعني ممكن يبقى معاك ستيرلينج صلاح هازارد تجيب معهم في الامام. طبعا اجويرو مع 2 مهاجمين سعرهم رخيص، بيتر كلاوتش سعره 4.5 ممكن تعتمد عليه، اول ماتش عمل اسيست كان كويس، انا كنت جبته اول ما كامارا مشى، جبت طبعا كراوتش وعمل لي اسيست وخدت 4 بونت. ممكن تجيب خيمينيز، ممكن متروفيتش، دول خيار جيد. يعني التشكيله دي لازم يبقى معاك نسبه عاليه منهم نسبه لتالقهم. نقطه كمان، الجوله ال 27 لو انت بتعمل وايلد كارد او بتعمل تغييرات الجوله ال 27، خلي بالك في 4 فرق مش هيلعبوا الجوله دي. مانشستر سيتي مش هتلعب الجوله ال 27، طبعا ايفرتون مش هتلعب الجوله 27، تشيلسي مش هتلعب الجوله 27، وبرايتون مش هيلعبوا الجوله 27. 4 فرق دول لو معاك حد منهم حاول تتخلص منهم قبل في الجوله 26، يعني قلل بحيث ال 27 تبقى ايه، يبقى معاكش حد منهم، او على الاقل هتقعد 2-3 دكه ويبقى فريقك كله كامل بيلعب. الناس اللي بيلعبوا الفانتازيا، احنا عاملين ليج للقناة بتاعتنا وعليها جوائز. انا هقول لكم الكلام ده لان في ناس كتيرة طبعا ما تعرفش الكلام ده، وفي ناس عارفة. عاملين اول 5 في الليج بتاعنا هياخدوا تشيرتات فرق دوري انجليزي هم هيختاروها. طبعا هنسيب لكم الكود بتاع الليج بتاعنا تحت الفيديو على اليوتيوب. اللي حابب يشترك معانا اول 5 في الليج طبعا هنجيب لهم تشيرتات من الدوري الانجليزي اللي هم هيختاروها. ياريت الناس اللي بتابعنا على القناة او الزائر الجديد يدعمنا في سبسكرايب للقناة ويفعل الجرس، دي حاجة هتدعمنا وهتبقى حاجة كويسة لينا في ان القناة تعلى وتعلى بيكم ان شاء الله. تعالى بقى نخش على المواجهات المباشرة. مانشستر يونايتد يحل ضيفا على فولهام، ماتش هيبقى صعب جدا على فولهام، على ارض فولهام بس الماتش هيبقى صعب وصعب جدا. اليونايتد بعد التعادل في الجولة قبل اللي فاتت الجولة 25 طبعا قدر يفوز على ليستر سيتي 1-0 في ارض ليستر سيتي. طبعا تألق بوجبا كالعادة وراشفورد زي ما بنقول، عايز تجيب من مانشستر يونايتد يبقى معاك بوجبا وراشفورد. من الدفاع ممكن تجيب دخية في حراسة المرمى، الدفاع ممكن تجيب اشلي يونج او سموري. الناحية التانية فولهام، متروفيتش ممكن يضيع كنين مانشستر، لكن الاقرب للفوز طبعا والكنين هو مانشستر يونايتد. ارسنال يحل ضيفا على هادرسفيلد، طبعا مش هتجيب حد من هادرسفيلد، الماتش ده بنسبة 80-90% هيبقى فوز لارسنال، ماتش سهل لارسنال. الناحية التانية هادرسفيلد ممكن المعجزة اللي تعملها انها تتعادل، هادرسفيلد في السقوط، هادرسفيلد ممكن تهبط السنة دي، مش هنعتمد على حد من هادرسفيلد. الناحية التانية معاك لاكازيت، معاك اوباميانج. طبعا الارسنال بعد الهزيمة من مانشستر سيتي 3-1 مش هتفرط في الماتش ده، ولازم تاخد الثلاثة بونت لان مانشستر يونايتد خلاص بيقرب منها وداخل على المركز الرابع، مانشستر قادم بقوة الصاروخ. فمعاك ايوبي، معاك كولاسيناتش في الدفاع ممكن تعتمد عليه. بورموث يحل ضيفا على ليفربول في الانفيلد،
طبعا ليفربول لا بديل عن الفوز بعد تقليص الفارق بينها وبين السيتي لثلاث نقاط. السيتي فازت الماتش اللي فات، ليفربول اتعادلت الماتش اللي قبليه برضو، السيتي فاز ليفربول اتعادلت، يعني ليفربول تعادل ماتشين ورا بعض من كان هيبقى 7 بونت بقى 3 بونت، فرطت في 4 نقاط متتاليه مع ليستر، والماتش اللي فات كان برضو مع ويست هام تعادل. فالليفر لازم هيفوز الماتش ده على ارضه وسط جمهوره، مش عايز يفرط في الثلاث نقاط والصداره. طبعا خيار جيد صلاح، ماني المتالق بقى له ماتشين بيجيب جوان، في الدفاع روبرتسون، ارنولد ان شاء الله اللي هيعود من الاصابه قريب، وفي حراسه المرمى اليسون. بورموس ممكن تعتمد في بورموس على فريزر وكينج في الهجوم انهم يضيعوا الكلين، غير كده ما تجيبش حد من الدفاع. ليستر سيتي وتوتنهام، ماتش هيبقى صعب على ليستر سيتي وعلى توتنهام، الدفاعات الاثنين ماتش هيبقى صعب، اعتقد ان هيبقى فيه اهداف، بس الاقرب للكلين هو توتنهام. توتنهام طبعا لازم يبقى معاك سون عامل موسم خيالي السنه دي. طبعا لسه كين مصاب، لسه ديري الي مصاب، ممكن تعتمد على اليكسون، لورينتي، تريبير في الدفاع لو معاك، مش معاك ما تجيبوش او ما تعتمدش، عايز تريحه ريحه، لان ممكن فاردي او ماديسون يضيعوا الكلين. الناحيه الثانيه ما تبصش على حد من الدفاع، لو معاك فاردي ممكن تسيبه او ماديسون. قمه الاسبوع 26 تشيلسي يحل ضيفا على مانشستر سيتي، ماتش حياه او موت بالنسبه لمانشستر سيتي. طبعا جماهير ليفربول مستنيه ان تشيلسي توقعها زي الدور الاول، ماتش هيبقى صعب على دفاع الفرقتين، ما بننصحش لو معاك حد من دفاع الفرقتين قعدهم دكه. طبعا هازارد، ويليان، بيدرو، هيجوايين المتالق واللي انا راهنت عليه الجوله اللي فاتت وقلت كريزي كابتن للجوله اللي فاتت، هيجوايين قدر يجيب جولين وقدر يحصل 13 نقطه، قدر يجيب 13 نقطه والكابتن 26 نقطه. الناحيه الثانيه طبعا وفوز جامد جدا على ارسنال من مانشستر سيتي، تالق اجويرو بالهاتريك، اجويرو وركز مع اجويرو. طبعا عندهم ماتش في الدبل جيم ويك اللي هو في الاسبوع الجوله 25، انا مش هتكلم عنه لان انا بصور قبل الماتش ده، فاشوف هيقعد مين هيلعب الماتش اللي بعديه، لان جوارديولا بيعمل روتيشن. طبعا ستيرلينج ثاني لو هيلعب الماتش ده ممكن تعتمد عليهم، لكن الدفاعات سيب الدفاعات، ماتش هيبقى صعب. طبعا جماهير ليفربول نفسها الماتش ده يخلص تعادل او هزيمه لسه. ويست هام وكريستال بالاس، ماتش هيبقى صعب على دفاع الفرقتين، ما بنرشحش تجيب حد من دفاع الفرقتين. كريستال بالاس تاوسند زها لو معاك، باتشوايه العائد للدوري الانجليزي من بوابه كريستال بالاس. الناحيه الثانيه ويست هام عملت ماتش جيد قدام ليفربول وقدرت تتعادل مع ليفربول وتحرك ليفربول، وكانت اقرب كمان انها تفوز. ممكن فيليب اندرسون تعتمد عليه وارناتوفيتش لو هيرجع. كارديف سيتي والساوث، كارديف سيتي منتشيه بفوز كبير 2-0 على بورموس، البورموس كانت راجعه من فوز على تشيلسي 4، قدرت كارديف انها تغلبها. الناحيه الثانيه الساوث فرقه بتقدم مستويات جيده، طبعا ما بننصحش تجيب حد من دفاع الفرقتين، ماتش هيبقى متقارب، ممكن تبص على باترسون على رايت في الهجوم. الناحيه الثانيه لو لونج هيلعب ممكن انجز لو هيلعب. ايفرتون واتفورد، ماتش هيكون صعب جدا على دفاع الفرقتين، ايفرتون هزيمه من وولفرهامبتون وهتلاعب مانشستر سيتي، خلي بالك هنبص على ماتشها مع مانشستر سيتي في الدبل ويك زي ما قلنا. الناحيه الثانيه تعادل بره ارض واتفورد، بس تعادل مخيب، يعني هنشوف ماتش هيبقى صعب. لو معاك حد من ايفرتون طبعا سيجيرسون او ريتشلسون ممكن تعتمد عليه الجوله دي. الناحيه الثانيه لو معاك ديني او معاك بيريرا في نص الملعب ممكن تعتمد عليهم. بيرلي وبرايتون، ماتش هيبقى يعني اقرب لبرايتون طبعا على ارض برايتون، بيقدم مستويات كويسه على ارضها، ممكن تعتمد على موري وعلى جروس في نص الملعب من برايتون، ممكن تعتمد لو معاك حد من دفاع برايتون تسيبه. الناحيه الثانيه بيرلي بتقدم مستويات، يعني مره تلاقيها تلعب ماتش جامد وماتش التاني تتغلب بسكوب، يعني لو معاك حد من دفاع بيرلي اكيد ما حدش معاه من بيرلي، لو معاك من بيرلي بس اللي ممكن يبقى سعره رخيص هو كراوتش، لو هتلعبه ممكن جول ممكن اسيست، بارنس ممكن برضه في الهجوم. نيوكاسل يحل ضيفا على ولفرهامبتون في ختام ماتشات الجوله ال 26، ولفرهامبتون بتقدم ماتشات كويسه وكويسه جدا، الماتش اللي فات قدرت تفوز على ايفرتون في الميرسي سايد 3-1، اداء كويس جدا من ويلفر يمكن الحصان الاسود، صاعده بتقدم ماتشات جيده، بتحرج الكبار. طبعا تالق خيمينيز
تألق ديهورتي، تألق نيفيز، ممكن معاك التلاتة دول او حد من التلاتة دول تعتمد عليهم. الناحية التانية ممكن روندون بس عشان يضيع كلين شيت، ويلفر الاقرب للكلين شيت طبعا، ويلفر اهمته. نخش بقى على افضل 11 لاعب للجولة ال 26 وركزوا معاهم. انا ما بقولكش بتغير كل جولة وتجيب الدريم تيم، لا، معاك حد منهم ركز. عايز تشتري ممكن تركز، لان احنا بنختار اللعيبة اللي ماتشاتها سهلة زي الجولة ال 25 وناس كتيرة. يعني جولة 25 اهو تألقت، يعني انت لو معاك حد منهم ما قلت لكش جيب، لان السعر طبعا في ناس مش هتعرف تكمل السعر ومش هتغير انت وتعمل سوالب لكل ده، بس معاك حد ركز عليه. في حراسة المرمى باتريسيو، ثلاثي خط الدفاع روبرتسون، لوكشو، دوهورتي، رباعي نص الملعب بول بوجبا، محمد صلاح، سون، ستيرلي، ثلاثي المقدمة والهجوم اجويرو، خيمينيز، ماركوس، راشفورد. كده بنكون وصلنا لفقرة هنكابتن مين. كابتنا معانا الجولة دي اخترنا لكم ثلاث أسامي. أول اسم معانا هو محمد صلاح، تاني اسم سون، تالت اسم كون أجويرو. الكريزي كابتن للجولة ال 26 هو خيمينيز. كده بنكون وصلنا لسؤال الحلقة. زي ما عودناكم هتسيبولنا الإجابة في كومنت تحت الفيديو. توقع من الفائز من تشيلسي ومانشستر سيتي. كده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. يا ريت تدعمونا بسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس ولايك وشير، وسلام عليكم.